بسم الله الرحمن الرحيم. اكاديميه ناصر لتعليم التنس دار تحييكم. هنتكلم النهارده على حركه القدمين في الميني تنس. ازاي الميني تنس اللي هو الولد لسه بيبدا معانا او البيبي بيبدا معانا ازاي نعمل له فوت وورك، بيحرك رجله ازاي كانه بالظبط بيلعب تنس في حركه الرجلين. اهم عندنا حاجه في التنس حركه القدمين، فهيا بينا نشوف حركه القدمين. ريدي بوزيشن يا شباب. يلا فور. حركه رجلي اهم حاجه. هيد بول ليف بوزيشن باك اند جو. اضرب هيد بول. ريدي بوزيشن مع بعض. اشوف بقى الحركه جو. واحد اثنين فور هاند هيد بول برافو مع بعض كلنا. اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه هوب باك هاند هيد بول. النص كان يرجع مكاننا نعمل ريدي بوزيشن. حركه مهمه جدا دي حركه القدمين مهمه قوي. اجري واخد فولي. اوكي جو. يلا اجري اضرب فولي على الهواء فور هاند وفولي باك هاند. يلا الجنب لا لازم اتحرك. لازم يا شباب اعود نفسي. انا ضربت فولي اهو الحركه بتاعتي. يلا يا جماعه يلا هوبا. شوف الحركه برافو حركه بالكامل برافو. اللي بعده هوب بجري بجري اخد فور ها هيد بول حركه بالكامل باك هاند برافو. ها حركه الرجل القدمين مهمه جدا. برافو برافو اجري برافو هيد بول حركه بالكامل برافو. اللي بعده ها برافو اجري فور هيد بول برافو. اتحرك اضرب باك هاند برافو ها برافو ها برافو ها برافو. خش ناخد بص لي برضه خد الصوره دي معايا برافو. عايز بقى الحركه كده تبقى كفايه زي يلا جنبي كده تحركوا زي حركوا معايا جو. يلا ها برافو ها حركه بالجنب. نرجع تاني نفس الحركه جو ها ها. عايز لما اروح هناك اضرب باك هاند ها هيد بول برافو. حركه جامده بتحرك اتحرك برافو فور هاند. يلا يا جميل هيد بول برافو. نفس التمرين جو. واحد اثنين ثلاثه اربعه هيد بول هوب باك هاند ها حركه مع بعض برافو ها ها برافو. اجري اخد واحده تاخد باك هاند فولي واحده تاخد فور هاند فولي جو. على الباك هاند فولي انت فور هاند فولي اجري برافو ها اجري على الفور هاند فولي فور هاند فولي ها برافو برافو. عايز ارجع بقى اتعلم الرجوع بالظهر. ارجع بظهري كده يلا ها ارجع مع الكابتن اهو برافو ها. جري على قدام ها هوب 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 هوب. جري على ورا هوب وانا ماسك المضرب قدامي اهو. اخلي بالي حركه القدمين مهمه جدا. كلنا ها كلنا فولي كده برافو. ثانك يو اند جود باي. شكرا.